على كل حال رجع الحافظ ابن أبي الدنيا إلى ذكر بقية أحكام صلة الأرحام، فذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المكافئ بالواصل، المكافئ زورني لا أزورك، هذا لا يسمى واصل رحم، وإنما الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها، يزور أخاه ولا يزوره، أزوره مرتين وثلاثة ويأتي مرة، هكذا تكون واصلا. أما يا أخوي أنا زرتك زورني وهكذا، فهذا ليس الواصل. لما لا تذهب إلى عمك؟ زرته مرة ومرتين وثلاثة ولم يزرني، هذا لا يسمى واصل رحم. واصل الرحم أن تبقى تصل أختك وابن أختك وعمك وعمتك حتى لو لم يأتوك، حتى لو أهملوك، حتى لو انتقصوك. قال: مات أخ لي وكان برا بأبيه، مات قبل الأب، كان يبر بأبيه، فمات هذا الولد قبل أبيه، فرأيته فيما يرى النائم، فقلت له: أي أخي، إن أباك يحب أن يعلم إلى أي شيء صرت؟ قال: إني في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب. انظر المكافأة في بر الوالدين. قال: قيل لابن محيريز: ما حق الرحم؟ قال: تستقبل إذا أقبلت، وتتبع إذا أدبرت. إذا أقبل عليك استقبلته، وإذا هرب منك لحقته لوجه الله عز وجل. قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون. قال: إن كنت كما تقول لا تزال تسفهم المل، ولا يزال معك من الله عز وجل ظهير. أختم، والأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورجل من أهل اليمن يطوف بأمه يحملها بين كتفيه. هذا غير الأول اللي قال له ابن عمر ولا بزفرة، الذي تنقل على المناسك. حتى إذا قضى طوافه بالبيت وضعها بالأرض، فدعاه ابن عمر، هذا ابن عمر دعاه، فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي والدتي. فقال عبد الله: لوددت أني أدركت أمي فطفت بها كما طفت بأمك، وليس لي من الدنيا إلا هذان النعلان. إذن والداك بين يديك، ماذا تحصل؟ خير يقودك إلى الجنة، هل تهمله أم تدخره؟ بهذا نكتفي ونكمل إن شاء الله السؤال والجواب بعد الصلاة، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.